ننتقل إلى البصرة مع الحملات اللي طالما أثارت ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ورافض لها، وهي حملات إزالة بيوت التجاوز. هذه المرة الأمر مختلف، والتجاوز اللي تم إزالته واللي حنشاهده في الفيديو التالي نال إشادات واسعة. فالدار اللي تمت إزالته كان وكر للعصابات الخارجة عن القانون ويستخدم بأغراض تعاطي المخدرات. جاء قرار إزالة التجاوزات لكل دار يثبت فيه حدود جريمة قتل أو خطف أو تسليب أو تجمعات لتعاطي المخدرات، بناء على توجيهات محافظ البصرة السعد العيداني. المعلقون على موقع أكس كان لهم آراء كثيرة حول هذا الموضوع، وإليكم البعض منها. أبو محمد الربيعي قال: عاشت الأيادي، إن شاء الله ما تظل ولا بلوكة. أما وحيد البصري فكتب قائلا: هذا شغل العدل، عافية، لا تجاملون المخربين والمجرمين. علاوي كان له تعليق قال فيه: خطوة جيدة ويجب الاستمرار بها، أما الناس البسطاء يجب أن تكون هناك خطة لتعويضهم.